أعتقد أن لا يجوز أن احنا نكون بصدد تخريج دفعة جديدة من جامعة سيناء وفي نفس الوقت يكون موجود معنا الشيخ حسن خلف شيخ مجاهدي سيناء وما نسمعش كلمة منه. مرحبا بالعلم والمتعلمين والعلماء، تبريكات غالية لجميع الخريجين والخريجات وإلى ذوي الخريجين وذوي الخريجات، ولا ننسى صاحب الفضل تحية إجلال وإكبار واحترام لمن أنشأ هذا الصرح العلمي في سيناء لتزكية العقول وصقل العقول وإنشاء حياة جديدة في أرض كانت على مدى التاريخ محرومة إلا من الوطنية. أبناء سيناء حينما كانت الكارثة في حرب 67 هبوا لنجدة الوطن، قدموا الشهداء وقدموا الكثير مع القوات المسلحة، ويكفيهم فخراً أن القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر قال: لم تكن لدينا أقمار اصطناعية ولكن كانت لدينا العيون الصادقة لأبنائنا في سيناء، لقد جعلوا المواقع الإسرائيلية كتاب مفتوح أمام القوات المسلحة، لولا أبناء سيناء ما كانت حرب أكتوبر، تكفي هذه الشهادة وسام على صدورنا. إن من يتحدث عن التنمية في سيناء نقول له: عليك أن تنظر إلى هذا الرجل كيف صنع في سيناء ووفقه الله، وعليك أن تتبع خطواته إن كنتم جادين في التنمية في سيناء. أجمع القادة السياسيين والعسكريين بعد حرب أكتوبر أن سيناء لو كانت معمرة ما احتلت قناة السويس، لو كانت سيناء معمرة ما اضطررنا لتهجير أهالي مدن القناة. أين ذهبت هذه القناعات من عقول المسؤولين؟ أرجو أن يفيقوا. إن تعمير سيناء واجب وطني وواجب شرعي من أجل أمن البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.